going to say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon? I'm not supposed to take stuff from strangers. My dad said so. Very wise of your dad, Georgie. Very wise indeed. I, Georgie, am Pennywise, the dancing clown. You are Georgie. So now we know each other. Correct? I guess so. I gotta go. Go? Without this? It's my goat! Exactly. Go on, kiddo. Take it. إذن اليوم رح نكون مع صاحب أكبر عدد من الكتب اللي تبنتها السينما بالتاريخ، وهو الكاتب الأمريكي الشهير ستيفن كينج. الشهر الماضي أطلق ستيفن كينج واحد من أهم أفلام الرعب الأمريكية لهالسنة، وهو فيلم إيت. والفيلم هو بالحقيقة مقتبس عن رواية للكاتب الأمريكي الشهير ستيفن كينج، واللي احتل مرتبة الأولى مثله مثل القصة المقتبسة عنها، يلي بتدور أحداثها حول وحش بيختفي أو بيتخفى بهيئة مهرج وبيسعى لاصطياد الأطفال، وعنده تاريخ حافل من القتل والعنف. فإذن الشهر الماضي انطلق إيت، وأيضا هالشهر نحن على موعد مع انطلاق فيلم جديد بعنوان The Dark Tower، مقتبس كمان عن رواية بالعنوان نفسه وضعها ستيفن كينج، وقام ببطولة هالفيلم ماثيو ماكونهي. والشيء المميز حول هالفيلم بأنه من المتوقع إذا نجحت التجربة يكون هالفيلم الأول بسلسلة بتحمل العنوان ذاته، بما أنه كينج كتبها على هالنحو، وهي بتجمع بين الخيال العلمي والفانتازيا والويسترن. These visions, as you call them, what do you see? I see a tower, a man in black, and the gunslinger. They're just dreams. They're not real, Jake. There's another world out there. I know there is. بالحقيقة انطلقت من هالفيلمين إيت و The Dark Tower لأقول بأنه هالفيلمين هن واحد من خمس أفلام مقتبسة عن روايات لستيفن كينج صورت للعرض بهالسنة. وهالأفلام الخمسة هي من بين نحو 150 اقتباس من روايات، وإذا أضفنا 13 فيلم المقرر إنتاجهم بالعام المقبل أو يلي بعده، بيصير عدد الأفلام الروائية الطويلة يلي اقتبست عن أعمال هالروائي بفوق 175 فيلم، بما فيها أعمال تلفزيونية أيضا. هيدا إذا ما حكينا عن الأفلام القصيرة يلي بيتم تصويرها كل سنة، وبيرتفع معنا الرقم لا يتجاوز 220 فيلم مقتبس من روايات ستيفن كينج، وهالعدد أكيد كتير 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 كبير. خلينا نشوف مشهد من The Misery اللي هو واحد من أهم أفلام ستيفن كينج. I'm supposed to lead into the finale of my
show right now, but I'm having such a wonderful time and I have no idea. Paul. So if you'd like me to stay and play some more for you, I'd love it. I know you've been out. What? You've been out of your room. No, I haven't. Paul, my little ceramic penguin in the study always faces due south. I don't know what you're talking about. Ceramic penguin. Is this what you're looking for? I know you've been out twice, Paul. First, I couldn't figure out how you did it. But last night, I found your key. الحقيقة قصة نجاح ستيفن كينج بدأت من 41 سنة لما قام براين دي بالما باقتباس سينمائي لوحدة من روايات كينج المعروفة اللي هي كاري. كاري كانت أول رواية منشورة للكاتب، نشرها سنة 1973، أي قبل 3 سنوات فقط من تحويلها لفيلم. كلنا منتذكر الممثلة صاحبة العينين الكبار سيسي سبيسك يلي لعبت دور فتاة بتتمتع بقوة غير طبيعية وبتستعمل هالقوة دايما للانتقام. يلي شفناه هلا كان ذا شاينينج مش كاري، ولكن مع كاري رح نرجع نشوف صور لكاري. مع كاري تصعدت بورصة ستيفن كينج بهوليوود، الأفلام تلاحقت من 3 أفلام بالعام الواحد إلى 4، وبالواقع إذا منراقب بشكل كتير دقيق بيتبين إنه هوليوود ومن بعد ما أخرج ستانلي كوبريك فيلم ذا شاينينج داومت هوليوود على إنتاج أفلام لهالروائي كل سنة من العام 1980 لغاية اليوم. يمكن بس بالعام 1991 ما كان له فيلم بسينما بهوليوود. ويندي، I'm home. Chin-chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Here's Johnny!
مثل ما شفنا مدينة ستيفن كينج للسينما العالمية بالكتير، لولا ولولا رواياته كنا راح نكون حتما بفراغ على الساحة السينمائية العالمية. وعلى كل إن هو اليوم بيبلغ 65 سنة، يعني قادر بعد على العطاء. مريم كنت عم تضحكي بعد ما شفت المشهد، بحسك هيك كنت عم بتضحك من هالسي. بتعرفي ليش جوال كنت عم بتضحك؟ لأنه كانوا عم يتضحكوا بالكنترول روم. لأنه كان عبالنا نعرف شو صار آخر شيء. طيب مريم، هل كانت كل هالأفلام المقتبسة عن روايات ستيفن كينج أمينة للرواية نفسها؟ يعني حصل شي مرة أنه تفوق الفيلم على الرواية؟ بحقيقة جوال كل الأعمال السينمائية المقتبسة عن روايات كينج كانت عم بتكون أمينة لنص الرواية، باستثناء فيلم ستانلي كوبريك The Shining اللي شفنا هلأ منه مشاهد. هالفيلم كان واحد، يعني بيعتبر واحد من المرات القليلة يلي فاق فيها الفيلم الرواية نفسها بكل المقاييس. فيلم ضياء أو شاينينج لستانلي كوبريك استفاد من المخرج أكثر من ما استفاد من أدب الكاتب، تخيلي، لدرجة أنه ستيفن كينج رفض الاعتراف بالفيلم لما شافه. معروف عن ستانلي كوبريك أنه ما بيقتبس رواية من دون القيام بنسف الأحداث وإعادة صياغتها على ذوقه. فيلم كوبريك بالحقيقة كان أكثر رعب من كتاب كينج، والفيلم بأكمله مصنوع بشكل كتير ممتاز. أوكي، هيدا شو؟ مشهد من The Shining. Mr. Halloran said, it's just like pictures in a book, Candy. It isn't real. مريم، مع هالكم الهائل من الروايات، خلونا كنا نكفي المشهد، شفتي ما عم بخلونا نكفي ولا مشهد لعنك وظافي. مع هالكم الهائل من الروايات كنت عم بقول يلي تحولت إلى أفلام، كيف قدر ستيفن كينج يتحاشى الوقوع بفخ التكرار بمواضيعه، خاصة أنه كنت عم بتعد مواضيع للأفلام يعني اللي تخطت الرقم مرقوم؟ يعني صحيح جوال، ببداياته وقع كينج أكيد بفخ التكرار. كل رواياته كانت تتمحور حول الأفراد، إن كان رجال أو نساء أو أطفال، بيمتلكوا قدرات روحانية وبدنية مختلفة وبتخولهم تحقيق كل شيء بيريدوه رداً على اعتداء معين. وهذا تمام يلي شفناه برواية كاري وغيرها من الروايات يلي تحولت إلى أفلام. التحول أو التنوع بالمواضيع عند ستيفن كينج بدأ مع بؤس يلي شفنا مشهد منه أو ميزوري، وبهالرواية بدأ كينج يروح على مواضيع أكثر شمولاً واختلافاً من مجرد حكايات الألواح الشاردة والقدرات غير الطبيعية. أما التحول الكبير أو الهائل بالمواضيع فحصل بـ The Shawshank Redemption يلي هو أنتج عام 1994، والميل الأخضر يلي كمان كنت حكيت عنه بفترة سابقة بإسهاب يلي أنتج لعام 1999، ورح نخطب بمشهد منه. أوكي.
بنرجع الى لبنان، بين البقاع وعكر قامت جمعيه دوائر بتنفيذ مشروع اسمه شباب نيو ميديا، رح نحكي عنه اكثر مع ضيفتنا لما العوض المديره التنفيذيه لجمعيه دوائر. اهلا وسهلا فيك لما. المشروع بمنطقتين كثير بعاد عن بيروت، عن شو بيحكي المشروع؟ طرحته لهونيك. اول شيء حابه اعرف بريفلي عن جمعيه دوائر. جمعيه تاسست سنه 2015 وهي بتعنى بتمكين الأطفال والشباب ليكونوا هن مواطنين مسؤولين محصنين ضد الأمور ممكن تعرضوا لها من عنف، ممكن يكون عنف إعلامي، خطاب كراهية، أو عنف بالمدرسة، بولينج، أي نوع من العنف. فنحن بنهتم أنه نعزز التفكير النقدي، ومن هون إجا هذا المشروع وأهميته. شباب نيو ميديا اللي جمعية دوائر عم تعمله بالشراكة مع منظمة اليونسكو ببيروت، وهو بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتحت إطار مشروع كثير ضخم إقليمي هو شبكة الشباب المتوسط. أوكي بس ليش رحتوا على عكار وكفر زبد بالتحديد؟ أوكي، هلأ هو منظمة اليونسكو عندها مراكز بلبنان اللي هي كمان هذه بتعملهم بالتعاون مع البلدية، وهدول المراكز هن بيحتضنوا الشباب والصبايا بالمناطق. أوكي. فنحن بما انه بالشراكه طيب. معنا عملناهم بمنطقه بهدول المنطقتين بالذات. خلينا قبل ما نكفي نشوف شوي السبوت الخاص ونرجع. بضيعه بالبقاع بلبنان كفر زبد كان حلمنا نحن الشباب حديقة عامة. قررنا ناخد المحمية كخطوة أولى لنحقق هدفنا من خلال تعزيزها. هيدا هو الإعلام يلي بيبين إنه عكار دائما فيها مشاكل ومآسي، ليش ما بيبين جمال عكار وطبيعتها؟ نحن عم نعمل سياحة بعكار، فينا نعرف نحن وين بالضبط؟ انتو بالبيرة عكار جوكم كتير حلو، فينا نتعرف عليكم؟ صار ضروري بحياتنا كتير وله وظائف متعددة. هيدا الشي دربونا عليه جمعية دوائر، خلونا نعرف التربية الإعلامية الصح. بس بالنهاية ضبط معنا الفيديو وتوفقنا، وببادئ صغيرة وفترة صغيرة عملنا حديقة عامة كتير حلوة طلعت. مساعدة جمعية دوائر واليونسكو بلشنا شغل لنخلي هيدا الحلم يصير حقيقة، من زرع أشجار لأعمال أخرى لتجميل المكان. كتير حلو يلي سمعناه هلا، انه مزبوط في كتير مناطق بلبنان بحاجه انه يعني تروح هيدا الصوره المعتمه شوي لحتى تبرز اكثر الصوره الحلوه لعكار، لطرابلس، لكتير كمان مناطق بلبنان. ليه عم بتضوا تحديدا على دور الاعلام لاطفال؟ يعني ما عم بتكون ورشه العمل للوسائل الاعلاميه؟ هلا هو موضوع التربيه الاعلاميه في حاجه له لكل الفئات العمريه فعلا، هو هذا الشيء كتير ضروري. ونحن بعد يعني ما اختاروا طريقهم، ما اختاروا على اي اتجاه واختصاص انه يروحوا، لانه الشباب بهالعمر، نحن الشباب والصبايا اللي اخترناهم اللي بقى 14 و18، بتعرفي هذا العمر كثير دقيق، يعني كل شيء بيسمعوه، كثير معرضين للسوشيال ميديا، بلاتفورمز بيتاثروا دغري، اي خطاب ممكن يسمعوه، ما عندهم هذا التفكير النقدي والتحليلي ليقيموا المحتوى الاعلامي، يعني وين الشيء الصحيح، وين الاشاعه، كيف نتاكد من مصادر الاعلام. ونحن كمان غير انه وعيناهم على كل هالامور، صاروا يقدروا يعملوا برودكشنز، يعني بيقدروا ينتجوا مواد اعلاميه اللي هي بديله برسائل بديله ايجابيه سلميه، والرسائل اللي تم اختيارها هن نقوها، يعني نحن كنا اذا بدك الفاسيليتيتر كجمعيه، سهلتوا عليهم تنفيذ المشروع بس هن اللي اختاروا مواضيع وهن اللي طبقوا يعني 100%. طيب كيف عرفتون شو الاعلام الصح والاعلام الغلط؟ نحن اول شيء بكل منطقه صار في دوره تدريبيه على مده 5 ايام، يعني كانوا ورش اذا بدك تفاعليه وطوال، تعرفوا فيها كيف هن، كيف يكتبوا خبر، كيف يتحققوا مصادر الخبر،
كيف بيقدروا يعملوا وينجروا مواد إعلامية، يعني تقنيات المونتاج، كيف بيقدروا يحطوا رسائل، يعني يعطوا رسائل إيجابية للمجتمع تبعهم، يتحسسوا بقضايا المجتمع. يعني كل هذا الشيء صار بتدريب تم بخمس أيام. وبدي كمان أقول إنه هذا الشيء صار من خلال إنشاء نوادي. يعني الشيء المميز كمان بالمشروع إنه هو مش تدريب وتنفيذ، هو تأسست نوادي إعلامية بهدول المنطقة استمرارية يعني بالموضوع 100%. هون النوادي وصاروا بالعكس عم بيستقطبوا شباب أكتر، وكان في كتير كونتاكت مع البلدية والمجتمع المحلي اللي كانوا كلهم داعمين لهيدا النادي ليقدر يستمر. شفنا كمان بأول سبوت أنه نحن بدنا حديقة عامة بكفر زبد. كمان هن عم بينقوا، يعني هن عم يختاروا شو بدهم. صح، يعني الشباب والصبايا بكفر زبد كانوا أكتر شيء متحسسين قديش هن بحاجة لمساحات عامة بهيدي المنطقة. فبالتعاون مع البلدية عملوا شوية إذا بدك لوبينج على البلدية ليقدروا بمبلغ كتير صغير يرمموا جزء من المحمية اللي عندهم لتكون هيدا مساحة لإلهم. يعني فعلا هيدا الشيء، وصوروا دوكيمنتري مثل ما تشوفوا كنتوا جزء منه، صوروا هن يعني ونحن ساعدناهم شوي، بس هن عن جد هيدا كتير كان شغل حلو منهم. وبيعكار هن كانوا أكتر شيء متحسسين قديش الإعلام عادة بيصور صورة سلبية عن المنطقة مزبوط. يعني فكانوا بالعكس حابين يفرجوا الصورة الإيجابية السلمية اللي فيها ناس متعلمين وبدهم يعيشوا وينبسطوا بالجمال المنطقة. غير لقبيات وكفر زبد في عندكم مشروع لمناطق تانية؟ هلأ صراحة رح نشتغل بمنطقة القاع مع جهة ألمانية، رح نشتغل منطقة القاع ومع اليونسكو. نحن بالعكس هلا بحديث كيف ممكن كمان نطور ونعمم هذه التجربة على باقي المناطق اللبنانية. أوكي. أوكي، يعطيكم ألف عافية لما العوض المديرة التنفيذية لجمعية الدوائر، أهلا وسهلا فيكم وعقبال كمان باقي المناطق اللبنانية. شكرا. نحن بنتوقف مع بريك ونرجع.